السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا أيها الأعزاء في كل مكان بالخير والعافية، وطبتم وطاب مقيلكم. لدي خبر سار من سفير المشروع الأول وهو الشيخ نعمان بن شيهون. هناك متبرع اليوم ب20,000 ريال سعودي عن طريق سفير المشروع الذي أثبت أنه السفير رقم واحد للمشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، أهلا وسهلا في بكم الخارج من هنا من ظهرة المرتب. وجمع لنا عدد اليوم كبير من يوم التبرعات، السبت 9 أكتوبر، نسأل الله هنا أن رون يكتب أجره شعب ركيد، وأجر طبعا فاعل الخير عن قمنا طريقه، بزيارة للطريق وأن يكتب له في كل تبقى طبعا خطوة بعد أجر. الأمطار الرجل التي تعب، وقعت خلال اليومتين سافر إلى الماضية، الرياض، سافر إلى وجدناها ما شاء جدة، الله يعني سافر إلى أمور الطائف، طيبة. سافر إلى المدينة المنورة الآن أمامكم في الصورة. للبحث عن متبرعين ومولين لمشروعنا. بعد زيارته للمشروع واقتناعه بأهميته واقتناعه بما أنجز في المشروع، أصبح سفيرنا رقم واحد في المشروع إلى الآن. وهناك غيره من السفراء اللي يبحثون عن تبرعات، نسأل الله أن يكتب أجرهم وأن يوفقهم وأن يكون لهم أجر مثل أجر المتبرعين عن طريقهم. هذا ليس بغريب على كل من أحب المشروع وكل من شعر بأهمية أجر الصدقة الجارية إلى يوم القيامة. نحيي الأخ نعمان باسمي وباسمكم جميعا ونقول له شكرا نعمان، شكرا لما قمت به، شكرا لما عملته، وشكرا لما ستعمله من جميع أعضاء المجموعات ومن جميع أبناء وصاب ومن جميع أبناء اليمن بالكامل. المشروع هذا ليس مشروع أبناء وصاب، وإنما مشروع اليمن كاملة، وقد اجتمع فيه أبناء اليمن بالكامل سواء في مجموعة الواتساب أو بالفيسبوك أو في التفاعل مع هذا المشروع من الداخل والخارج. جميع أبناء اليمن مشتركون في هذا المشروع، والمشروع هذا هو مشروع أبناء اليمن بالكامل. أمس تواصل معي أحد الإخوة وهو شخص متفاعل جدا 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 مع المشروع، وبصماته واضحة في المشروع، ودائما يحاول أن يقنع تجارنا الذين يعرفهم أو الذين تربط بهم علاقة بالتبرع لصالح المشروع، والحمد لله يتجاوب معه الكثير. وهناك ناس لم يتجاوبوا معه، أنا أقول إن اللي ما تجاوبوش معه هؤلاء يحرموا الأجر فقط لا غير، ويبحثوا عن أشياء يعني ليست من شؤونهم وليست من تخصصهم ولا يعني ولا لهم علاقة به. فهذا الأخ أمس تواصل معي ليلا، وفي هناك مشروع خيري آخر تكلمنا بخصوصه، وقال يعني إنه المشروع يعطي رواتب للموظفين أو المهندسين. فأنا أقول من هنا أن أكثر من 95% من العاملين في المشروع يعملون بالمجان والوجه الله سبحانه وتعالى. أولهم رئيس المشروع، ثانيهم نواب رئيس المشروع، ثالثهم مهندس المشروع المهندس نجيب، رابعهم المسؤول المالي، وكثير من العاملين في المشروع من مهندسين وإعلاميين بالمجان ولا يتقاضون أجرا. هناك بعض من يعمل بالمشروع ويتقاضوا رسوم أو أجور بسيطة جدا، مثلا المحاسب حق المشروع، محاسب المشروع يأخذ من المشروع حدود 100,000 ريال شهريا، يقوم بمتابعة التبرعات وتسجيل التبرعات ومتابعة المتبرعين والاتصال بهم عن طريق الواتس وعن طريق التلفون وعن طريق جميع وسائل التواصل ب100,000 ريال. هل هذه 100,000 ريال تكفي مصاريف تلفون وانترنت؟ أعتقد لا.
فلذلك احنا نعتبرهم متبرعين، حتى الذين يتقاضون اجور رمزيه، مع العلم ان جميع الاعلاميين مجانا سواء من ابناء المنطقه او من خارج ابناء المنطقه. شكرنا وتقديرنا لجميع المتفاعلين مع المشروع. الاخ محسن الاسدي متفاعل مع المشروع من ابناء عتمه، وبذل مع المشروع الكثير والكثير والكثير وبدون اي مقابل، بل يخسر من جيبه الخاص. الاخ ابو محمد العمراني اعلامي متميز، يكتب منشورات، ينشر، يتابع، يعني المشروع يعتبره مشروعه من عمران وبدون اي مقابل. جميع الاعلاميين، الاستاذ نعمان الباجر بدون اي مقابل، جميع من يعمل مع المشروع بالمجان. من يعمل مع المشروع هم اما المحاسب او بعض المهندسين وبرسوم رمزيه، رمزيه جدا جدا جدا، يعني حدود 100,000 ريال او 150,000 ريال. فلذلك الذين يقولون هذا الكلام مع الاسف هم من كبار تجارنا، ولا يقولون هذا الكلام الا تهربا من التبرع، لا يريدون ان يتبرعوا فقط، لا يريدون ان يتبرعوا، واحرمهم الله اجر الصدقه الجاريه. احنا عندما نقول لهم تعالوا الحقوا بالقطار، اذا فاتكم القطار لن تجدوا صدقه جاريه افضل من هذه الصدقه في الطريق التي اجرها الى يوم الدين. احنا نقول لهم تعالوا من حبنا لهم وليس من حاجتنا لهم. المشروع ابشركم مستمر وسيستمر وسينجح بإذن الله بهم أو بدونهم، لا يهمنا تبرعاتهم، نحن فقط من حبنا لهم ومن حرصنا لهم نقول لهم شاركوا في هذا الأجر، اكسبوا هذا الأجر فقط. أما المشروع بإذن الله لن يتوقف بهم أو بغيرهم، وأنا أعتقد أنه بغيرهم سيصل إلى النهاية. الأخ الذي تواصل معي أمس، أرجو أن يسمع المقطع ويرسله للمتخاذلين والذين يقولون أن المشروع يدفع رواتب. طبعا للمعلومة لا يوجد أي عمل في الكرة الأرضية بدون مرتبات إلا عملنا. عملنا الوحيد الذي يشتغل بدون مرتبات إلا لقلة قليلة جدا، وهي مبالغ زهيدة لا تمثل حتى 5% من الجهد الذي يقومون به. لذلك الذين يقولون المشروع يسلم رواتب، هؤلاء بس حرموا الأجر، وأرجو أن يصلهم مقطعي هذا. ونقول لهم وبالحرف الواحد، المشروع في غنى عنكم وعن تبرعكم وعن كلامكم الذي ليس له أي قيمة. أرجو أن يصلهم هذا المقطع، والشخص يعرف من أقصد وماذا أقصد. تحياتي لكم، نحن معكم حتى النهاية، طريقنا حياتنا ولن نتخلى عنه. ومن هنا تحية خاصة للوالد يحيى قاسم سرور الذي سمع عن المشروع، ومنذ أن سمع عن المشروع أصبح شغله الشاغل وأصبح همه الأول، وإن شاء الله قريبا 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 سيزور المنطقة بإذن الله، وسيعمل بث مباشر وسيزور الطريق من البداية وحتى النهاية. تحياتي لكم أيها الإخوة الذين تفاعلتم مع المشروع والذين أيدتم المشروع والذين وقفتم إلى جانب المشروع، سواء من أبناء المنطقة أو من خارج أبناء المنطقة أو من خارج أبناء اليمن. تحية شكر وتقدير لكم، ونسأل الله أن يكتب كل ما تقومون به في ميزان حسناتكم، وليعذروني من لم أذكرهم بالاسم. حقيقة أنا ذكرت بس نماذج، ولكن الأجر من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم،
وأن يتقبله منا قبولا حسنا، وأن يكتبه في ميزان حسناتنا جميعا. كل من دعم المشروع أو عمل في المشروع سواء كان ظاهرا أو خافيا، حتى ولو بكلمة واحدة، هذا أجر مضمون من الله سبحانه وتعالى. أما نحن فلا أمامنا إلا أن نقول له شكرا لك وكتب الله أجرك، وندعو له في ظهر الغيب. في أمان الله، حفظكم الله جميعا، وشكرا لسفراء المشروع في الداخل والخارج. أخيرا لدي كلمة أريد أن أوجهها لمن راهنوا على فشل المشروع. أقول لهم لا تراهنوا على فشل المشروع، لأن المشروع يمتلك قيادة حكيمة ستمضي به إلى بر الأمان. لا تراهنوا على فشل المشروع، لا تراهنوا على فشل المشروع، لا تراهنوا على فشل المشروع. المشروع بإذن الله ناجح ومستمر، وما تحقق على الأرض يثبت ذلك. فلذلك ابحثوا لكم عن شيء آخر لتحبطوه، أما المشروع فلن يحبط ولن يفشل ولن يتوقف. لذلك ابحثوا لكم عن شيء آخر لتحبطوه، أما المشروع فقد أوشك على الانتهاء. وأخيرا أقول املأوا الدنيا ابتسامة، وأقول ليس منا أبدا من فرق، ليس منا أبدا من مزق، ليس منا أبدا من يسكب النار في أزهارنا كي تحرق. تحية للفنان الكبير أيوب طارش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب لكم جميعا. وتعقيبا على كلام الأخ الشيخ الرئيس المشروع الشيخ منصور عبد الله سنان، للتوضيح مزيدا للتوضيح الأسماء ما ذكرتهم جميعا الذين هم يشتغلون أو يعملون لدى المشروع بالمجان، ليس بالمجان فقط، وإنما من الأوائل المتبرعين، وعلى رأسهم رئيس المشروع تبرعاتهم فوق 300 مليون، الشيخ يا أحمد إسماعيل عشرات المليون، الشيخ جهاد بعشرات الملايين، الشيخ أحمد اليمني الذي هنا رئيس المشروع بين 40 أو 50 مليون. يعني كلهم يخدموا، ليس خدمة فقط وإنما يخدموا، وهم في أوائل المتبرعين وعلى رأسهم رئيس المشروع. ونعم الناطق الرسمي باسم رئيس المشروع هو برضو من أوائل المتبرعين، تبرعاتي أكثر من 750 ألف منذ انطلاق المشروع، ونحن نعمل منذ الوهلة الأولى ونعمل لوجه الله وليس من أجل أن نتقاضي أو نستلم الرواتب. فتحية لك يا شيخ منصور وعلى جهدك الجبار وعلى أعمالك الذي تضاهي أعمال الحكومات السابقة منذ انطلاق الثورة المباركة من عهد الستينات حتى اليوم. أنت تعتبر الهامة الكبرى في هذا الوطن وفي هذه البلاد الرائعة. فالتحية لك مننا جميعا ولكل أعضاء الهيئة الإدارية العاملين في هذا المشروع، والتحية للشيخ نعمان بن شيهون على جهده الجبار. الأخ نعمان من أبناء يافع، يافع السلام، يافع الخير، الذي يعمل معنا منذ الوهلة الأولى وهو من أهل بيت الكرم والجود. نتمنى لك التحية طيب الإقامة في المملكة، والتحية لك ولكل الأخوة المتبرعين وجزاكم الله خير، وسأل الله أن يكتب أجرك وأجرهم جميعا. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.